أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن الوزارة تقوم بدورها الإشرافي والرقابي بالمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة في 37 مركزاً من مراكز التأهيل الأكاديمي والمهني الحكومية والخاصة والأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة و46 دار حضانة، وذلك من أجل ضمان تأمين بيئة آمنة للطلاب المنتسبين إليها من ذوي العزيمة وكذلك أطفال الحضانات. وأكد حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بعمليات التفتيش الدوري العشوائي للتأكد من التزام الجميع بالشروط والمعايير الصحية.